حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، فقرات مختلفة ومتنوعة تهتم بالمرأة والأسرة والطفل. نبدأها بأبرز العناوين. هل 100,000 ريال كفيلة لكي تتقبلي زواج زوجك من أخرى؟ حشرية الزوج وتدخله بشؤون المرأة صغيرها وكبيرها، هل دوافعها الشك؟ أسلوب حياة 80-20، تطبيق إلكتروني يقدم برامج خاصة بأسلوب صحي. تتابعون معنا أيضا: عضو شورى، تأخر التجاوب مع بلاغات العنف يضع المعنفات تحت التحريض الخارجي. ما الحقيقة وراء هوس إدمان الشراء وتكديس الأشياء؟ الملهمة سناء عزام في حديث عن عناصر النجاح في الأعمال مع غالية أمين. تابعوا معنا تفاصيل هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أكيد ما نبدأ حلقتنا إلا بوجود الزميلات العزيزات الجميلات والحلوات رندا وعبير وغزلي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يا رؤى. نورتنا. أهلا وسهلا في البنات كلكم. أهلا وسهلا رندا ورؤى وعبير، شرفتينا ونورتينا أخيرا بعد طول غياب. كلها يومين. والله عدت عليك إنها أسبوعين حبيبي. ما هذا هو الواحد أحيانا يتعود على هذه القعدة وهذه الجلسة، يعني سبحان الله أحس إنه هذا المجلس بيتي. فبما إنه اليوم أنتم في ضيافتي. أيوه. خلوني أسألكم كذا في سؤال دائما الحريم يتكلموا فيه، موضوع التعدد. أنا مع. مع. طيب. على طول لسه ما سألت. أديني شوية فكرة. شوفي حلو، خليني أقول لك. لما يكون الرجل متعدد أو عنده زوجات كثير، 4 أوكي، يوم عندك يوم عنده يوم عند ما أعرف مين، يعني عرفتي 3 أيام راحة تاخذين بريك. والله العظيم بريك من جد ترتاحين. أنا قلتها قبل كده، أظن أنه إذا عن قناعة وعن اقتناع وما اكتفى بوحدة لأسباب معينة وحاجة زي كده، أو ما في راحة نفسية ما في سعادة، أيوة ليه لا. فأنا يعتبر مع، ولكن باقتناع. يعني انا مع مشروط، مع بشروط، يعني انه انت مثلا منك سعيد وهي منها سعيده، ايوه روح الله معك، ممكن تطلقها عادي. اوكي. يعني خلاص عرفتي، يعني لازم يكون في قناعه، مش انه انت بس تتزوج لغرض الزواج فقط. أقنعك؟ يعني تقنعيني إيه؟ ليه اقنعك انه بصير اشوف ايش تقول غزه وانت حاولي تقنعيني. ما اعرف، انت وغزل نفس الراي. يلا غزل لا تقبلي. انا اشوف غزه ايش تقول. شوفي انا 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 مو ما حقول مع، لانه طبعا او ما حقول ضد، انه هذا طبعا في شيء في الشرع يعني بالدرجه الاولى. لكن لو فكر في يوم من الايام مثلا زوجي يتزوج علي، لا معلش طلقني عشان انا كمان اتزوج واحد ثاني. يعني مبدا في ناس كده تفكر. صحيح، يعني برضو بشروط. في برضو يعني في شوف جميل. سبحان الله، هذا الموضوع تحديدا لكل الناس ممكن توافق ما توافق فيه. لانها على حسب كل واحده ايش ظروفها ايش معطياتها. يمكن انا شويه معك صح، خليها شويه ترتاح، شويه مع غزل انه لا خلينا نعيش حياتي. وكمان معك يا عبير لما تقول على حسب الاسباب، وسبحان الله بناء عليها تقدر. لكن هذا الموضوع احنا ما نمله دائما في كل المواضيع وكل المجالس، ممكن السيدات يحكوا فيه، لانه كل سيده ممكن تكون معرضه لهذا الموقف بطريقه او في اخرى. وهذا اللي شفناه في فيديو طريف في احد البرامج يبث على الاذاعه الكويتيه. سالوا السيدات هل تقبل انه زوجك يتزوج عليك مقابل 1,000 ريال؟ نشوف الردود وايش قالوا فيها في هذا الفيديو. مرحبا. مرحبتين. شلونك؟ الحمد لله بخير. ام مبارك، 100,000 دينار تخليه ام مبارك ياخذ واحده ثانيه ولا لا؟ من غير 100,000 ياخذ 2. ابي الفويس. من غيرهم مشكلة. المهم روح. ها حنان، احرار. نعم.
قوة شلونك؟ قوتين الحمد لله. أحرار ما راح تهدي ريلك أصلا من الاسم. أذبحها. يعني ما تبين 100,000 دينار؟ لا أبي 100,000 دينار وراح أذبحها للزوج. كذي وكذي أوكي يعني أوكي مذبوح مذبوح مشكورة. عطني مريم. مريم مريم قوة. حنان طوف طوف طوف. ألو مرحبا أم حمني. هلا والله. شلونك؟ يسلمك أم حمني. أبو حمني أعطاك 100,000 دينار قال لك واللي سلمك بتزوج واحدة ثانية. والله أنا روح ودربك خضر. حلوة 100,000. 100,000 ها؟ ما تتعود من صدقك. يعني شفنا المبلغ. أنا كنت في البداية حسب أنه 100,000 ريال طلع 100,000 دينار. صحيح. أنا مع ممكن أوافق. أنت إيش رأيك؟ شوفي أنا مع بفلوس ولا من غير فلوس. يعني مو لازم يعطي فلوس. أنت بايعتها والله. لا يعني هي مشترية مالها والله. أنت ماسكة على خليل من أمس يا غزل. طبعا اللي يبغى يعرف سالفة خليل لازم يدخل على تويتر انستغرام تويتر سيدتي فيشوف إيش سالفة خليل. خليل روح. بس لا من جد يعني مو لازم. أنت تعرفي شارعا أنه يحق للزوج أنه يتزوج وما يبلغ زوجته. بالنهاية أنه أنت تعرفين أحسن ما تعرفين. وبالنهاية تعرفين تخزين فلوس أحسن لك. صحيح. وتعرفين ويتزوج شيء حلال ولا أنه يروح مثلا يمشي مشي بطال. صحيح. يعني بالحالتين أنه الفايدة لك وغير كذا تنفسين. خلي هذا هذه اللزمة الجديدة. خلي عادي يعني ممكن أنا أوافق يعني ما رندة في هذا الموضوع سواء كان بفلوس أو بدون فلوس بس برضو لازم الشروط تكون موجودة. صح. أوكي. إذا أنا مقصرة إذا أنا لا قدر الله عندي أي مشكلة إذا هي عندها مشاكل صحية إذا هي كانت مستعدات المقصرات في لأي سبب إن كان مثلا اللي ربي قالهم يعني هذه الشروط عشان أنت تتزوج مثنى وثلاثة ورباع فتفضل جوهد هات الفلوس ما عندك مشكلة بالضبط معاك المبلغ أنت ده عشان تتزوج أصلا بالسلامة. إذا راح تاخذين واحد ما عنده أكيد لازم يكون عنده عشان يعطيك الكريدت كارد. هو انا ما اعتقد انه يعني ايوه اكيد يعني معنا مادي. لا ابدا مش ماديه. لا بالعكس. لا انت لا حرام بالضبط. لا والله اذا 100,000 دينار برضو احس اضرب الدينار في 12 ريال او 13 ريال حيكون 1,300,000 برضو قليل. 200,000-300,000 دينار وافكر كمان يعني يبيع اللي قدامه واللي ورا عشان البيت اللي انت عايشه فيه عشان يعطيك عشان يبطل من الاساس ويقول لا انت ولا غيرك يلا مع السلامه يطلقك ويطلقها يقول يلا ما ابغى بيعتها هي كمان هالمره هو اللي يقول خلها تروح خلي لا فعلا شوفي انا ما احب موضوع المساومه يعني يمكن هو من باب التقدير انه الزوج ممكن عشان يطيب خاطر زوجته هو حق شرعي لكن تكرما منه مثلا اني انا كمان ابغى اطيب خاطرك اعطيكي هذا المبلغ كهديه مو عشان انا اساومك فيه انك تطيب خاطري ما تتزوج بالضبط يعني تطيب خاطري ما هو تفكر رغبته حق وحلال انا فهمتك بس انا اقول لك حاجه مهمه كمان ما ادري هي يعني انا بس اللي بفكر كذا لكن أكيد كل زوجة بتفكر بنفس الموقف تطيب خاطري أنا معاك منذ الأزل فجأة تبغى تطيب خاطري تعطيني 100,000 عشان تقول لي هروح أتزوج تقول لي إيش سويت بالضبط أنا في دايما عندنا ليش إيش سويت من جد بالزبط. أنا كل ما أقابل واحدة أنه زوجة متزوجة عليها أنه إيش سويت طب هي إيش مو لازم تكوني سويتي شيء هو يبغى يتزوج شوفي انا ليه دائما احنا ما عندنا ثقه بنفسنا ان احنا كاملين انا بس بتكلم من انا اكمل لك على مشاعري طبعا بعيدا عن موضوع الدين وطبعا هو الشارع والرجل الله محلله من زوج اربعه انه يتزوج اربعه لكن خلينا مثلا بقول لكم بعيدا عن موضوع الشارع لو اخذناها من ناحيه عاطفيه واقعيه يعني انت مثلا تتخيلوا انا اجي مثلا في يوم يقولوا انا مثلا حاطيك 100,000 وابغى اتزوج عليك وقعها على النفس ما حتكون مؤذيه وتاذي انه طب انا عشيرك سنين وانت تبغي تتزوج علي استثمار يعني الموضوع كله من جد استثمار كانه سلعه يعني ايش هذا يعني تديني 100,000 استثمار من جد ايوه صحيح بس يمكن هي باقيه على بيتها باقيه على عيالها باقيه في عشان ما تبغى تخسرها ربما المعطيات حقتها تاخذ المليون ونطلع فاصل يا جماعه نطلع فاصل طب
ومن مساومة الأزواج إلى حشريتهم، فيوجد بعض الأزواج لديهم حب استطلاع والرغبة في الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تخص زوجاتهم ويتدخلوا في أمور خاصة وحياتهم حتى في أمور العائلية. طبعا حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. أرحب بضيفتي في الاستديو بالأستاذة حصة العزازي، أخصائية اجتماعية. يا أهلا وسهلا، نورتينا. أهلا وسهلا فيكم. من غير حشرية؟ لا، من غير فوضوية. صدر البيت لك يا أكيد. يا أهلا وسهلا فيكم. أستاذة حصة، خلينا نتكلم عن الزوج الحشري. متى نقدر نقول إنه هذا الزوج حشري؟ أوكي. هي الحشرية صفة من صفات البشر، سواء كانوا نساء أو رجال. بس طالما أنكم بتناقشون قضية موضوع الرجل الحشري، هو الحشري هو نفسه الفضولي، بس تعديل اللفظة نفسها. هي تعتمد على التربية والتنشئة الاجتماعية من الصغر. لما الطفل ينشأ على كثرة الأسئلة من غير أي حدود لها، من غير أي يعني اعتراض من العائلة، من الأم، من الأب، من المربين اللي يربون هذا الشخص، اللي هو بالأخير يظل يكبر ويصير رجل لا يعرف حدود، ولا يعرف أن الموضوع بمعنى الحشرية أو الفضولية. يتوقع أنه هذا شيء عادي. عندما يبدأ ردة فعل الآخرين يضايقون منه، ويصير في ردود أفعال، مواقف صعبة، هي اللي يشوف يعني صد، أحيانا ناس يجرحونه، أحيانا الناس ما يردون عليه، فيبدأ يستوعب أن الموضوع لا، أنه فيه ناس شيء غلط، يعني غلط بالموضوع، مو طبيعي. مش في ناس يقولون له، في ناس يقدرون يواجهونه، في ناس ما يقدرون يواجهونه. جميل. طب حنا يعني خلينا نتكلم شوي عن البيت. عندي حنا ممنوع أحد يمسك جوالات أو جوال الثاني، يعني هذه في خصوصية وفي مساحة. الآن الزوج أتوقع مع زوجته في بعض الأحيان ما فيها الحدود هذه، يعني عادي أنا أمسك جوالك، أفتش فيه، أشوف المحادثات، أشوف إيش الإيميلات، أشوف كل شيء ممكن موجود بجوالك. هذا يتحدى على خصوصيتي. سمي عشان يتمسك ويتسجل. القانون والنظام يقول شوفي إذا عندك بصمة الوجه دي مرة تفيدك، هذه صوت صورة حطها على وشك وانت نايم. فهي أستاذ حسن، أبغى نسأل إيش حدود أو إيش مساحة الخصوصية بين الأزواج؟ لازم يعرفوا بعض الأزواج أنه ترى في حدود، مو أن زوجتك يعني أنت ملكتها، لا، في فاصل. أوكي. إذا وصلت الموضوع إلى أنه تعتبرها الزوجة هذا تعدد على حقوقه، لأنه فيه زوجات وأزواج مثلا ياخذ تليفونه، ابي رقم فلان خذه بتليفوني، يفتح ياخذ، ابي مسج ارسلته يشيك يشوف، بطبيعه العلاقه اللي تحكم الطرفين. بس اذا صارت الموضوع انه انا ما اقبل وهو يتعدى، هي هنا تطلع الاشكاليه والمشكله. وفيها الان انظمه وقوانين اصلا حددت طبيعه هذا العلاقه وحلت المواضيع. لكن في سيدات أيضا ونساء عموما يظلون فيهم جزء من الاحترام لهذا الكائن اللي موجود معاهم، اللي هو الرجل. فبالتالي من الصعب أن على أي زوجة تروح تشتكي زوجة تقول والله أنه يفتش جوالي مثلا. طب ليه لما تمسك جوالها جواله هي يزعل ويسوي سالفة، وأنت جالسة تدورين أنت شكاكة أنت معرف إيش؟ يعني من جد، يعني لو بدلنا شوي الأماكن تلقين ويتضايق. هي بتضايق سواء من طرف امرأة أو رجل. لكن الرجال يعني في جزء منهم، أنا ما نقال لك كلهم، لا هم بعض، حنا قلنا بعض، أنه بعض منهم أنه يرى أنه هذا البني آدم اللي دفع للمهر زي ما راح يشترى سيارة اشتراها، والمهر هذا مقابل أنه يعني دخل في خصوصياتي، انه ما في لها خصوصيه اصلا. بالضبط. ان هذه انا جزء من ممتلكاتي الخاصه، امتلكها اي، انا اتحكم في لبسها، اتحكم في موبايلها، اتحكم في زياراتها، اتحكم في روحتها، في جيتها، في صديقاتها، مين تعزم، مين ما تعزم، مين تنادي، مين ما تنادي، متى تطلع، متى تدخل، متى تنام، متى تصحى، عندها وظيفة ولا ما عندها وظيفة، ولا تروح ولا تتوظف في مستشفى ولا في مدرسة ولا في بنك ولا في مؤسسة. يعني هي بدأت الأمور أستاذ حصة تدخل يعني
في نطاق واسع يعني أوسع بكثير. هذا صار مش إنه رجل حشري أو زوج حشري قد ما إنه رجل يحب الامتلاك. لكن لو تكلمنا أكثر على الرجال أو الأزواج اللي يحاولوا يتدخلوا في الأمور العائلية اللي تخص زوجاتهم. نعم. يعني فعليا نعم. أوكي. سواء كنت أنت كويس مثلا مع أخوها مع أخوانها وكذا وصاحبهم فتصير مرقوف بزيادة الأشياء اللي أنا المفروض ما أعرفها كزوجة تعرفها أنت من إخواني وفجأة ألاقيك أنت عارف. لا والله هذه حالة. في أشخاص يجي يقول لك أخوك سوى أختك عملت أخوك راح أختك جت. نعم عزيز الرجل ماذا تريد؟ أوكي هي اللي قلتيه هذه الحالة حالتين ترى أيوة هذه الحالة سواء كانت امرأة أو رجل لكن أعتقد تنطبق على طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة. يعني عادة لما يكون في الاتفاق بين الزوج والزوجة على شغلات معينة في مساحة للزوجة وفي مساحة للزوج وفي مساحة مشتركين فيها. أين أضع عائلتي اللي أنا جيت منها وعائلتي الجديدة اللي هي أنا وزوجي وأبنائي في أي خط؟ في خط برتقالي وخط أحمر وخط أصفر و إلى آخره أو ما في خطوط نهائي؟ قصدك أن المرأة هي اللي تحدد؟ طبعا لا طبعا أنا أعتقد أنه جزء منه مسؤولية المرأة لأنه المرأة هي اللي تحدد طبيعة منذ البداية لازم تتفق بالضبط معها. وفي يعني في أشياء يعني أشياء قانونية لازم تحدد المؤسسة الزواجية ذي اللي بتصير مؤسسة زواجية تنشأ بشكل جديد وبقيم وبعقد وبمفاهيم جديدة بين اثنين كل واحد جاي الرجل جاي من خلفية أسرة لها قوانين وأنظمة وإلى آخره والمرأة جاية من أسرة لها قوانين وأنظمة وارتباطات وإلى آخره. فلما هذول الاثنين يكونون هذه الأسرة الصغيرة جزء من أصول العائلة اللي أنا جاية منها بتأثر في عائلتي الجديدة صحيح. وهو كذلك صحيح. فبالتالي يعتمد على الإطار اللي إحنا رسمناه لبعض في عائلتنا الصغيرة هذه كيف تحدد علاقتنا بالعائلة الكبيرة اللي أنا جيت منها. فلما أنا أحدد أنه طبيعة العلاقة بيني وبينك كيف تكون وكيف تكون طبيعة علاقتك مع عائلتي وطبيعة علاقتي أنا مع عائلتك ما راح يكون في يعني التعديات اللي انت حكيتي عليها كنموذج او كذا. جميل جدا. طيب استاذه حصه انا حاخذ الموضوع لمنحى اخر بعيدا شويه عن موضوع العائله بس بشكل عام يعني في بعض السيدات تشتكي تقول لك زوجي بيتدخل في كل صغيره وكبيره في الرايحه فين جايه متى صحيتي متى حتنامي متى نمتي متى قمتي ايش اكلتي ايش شربتي مين صحباتك مين صحبتك اللي انت رايحه جاي يسال الشغاله اي بالضبط. ممكن في بعض منهم في وحده كانت بتشتكي تقول لك لما ما كانت ترد على الجوال انها كانت نايمه زوجها اتصل على العامله اللي موجوده عندها في البيت يسالها هي موجوده في البيت ولا ما هي موجوده. بالضبط هذه من جد صارت. ايوه هذه من جد صارت. هل تدخل الزوج في شؤون الزوجه لذي الدرجه نقدر نقول إنه الزوج عنده عادة سيئة اللي هي عادة الشك؟ أنت شاكك في زوجتك لذي الدرجة إنك أنت تلاحقها وتتصل على العاملة تسألها هل هي موجودة في البيت أو غير موجودة في البيت؟ هو طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة هو اللي تحدد سلوكهم وارتباطهم ببعض. يعني المرأة طالما عطت فرصة للرجل يعني ما أعطته يعني موقف حاد وحاسم من البداية بيتمادى يصل إلى هذه المرحلة. هو ممكن يكون عنده حالة فضول ممكن يكون عنده شك ممكن يكون عنده حالة نقص في شخصيته ممكن يكون عنده عدم ثقة أصلا في شيء ما فيه فيحس أن الزوجة ممكن تنظر إلى أحد غيره فيهمه أنه يا في بعضهم عندهم هذا الشيء يهمه أنه يبحث عن كل هذه التفاصيل مع أنه يعني حسب الدراسات والأبحاث والتجارب اللي أجريت على النساء في جميع ثقافات العالم مو بس بالدول العربية حتى على مستوى الدول الأجنبية أن الأكثر خيانة الرجال وليس النساء صحيح. يعني الرجل ممكن يخون زوجته وهو يحبه المرأة حتى لو ما تحب زوجها ممكن تخونه لأن طبيعة التربية والقيم والشخصية والفسيولوجية حقت المرأة تمنع أنها تسوي هذا التصرف أو هذا السلوك. لكن أحيانا فضول الرجل يتعدى الحدود الطبيعية بحيث أنه زي ما قلت يصل إلى
مرحلة أنه يبيعرف كل التفاصيل اللي تمر فيها هذه الزوجة. غير الزوجة يا أستاذة حصة، حتى الزوجة وأخوات الزوجة وأم الزوجة، خصوصا إذا كانت الزوجة يتيمة ما لها أب، يشعر أنه هو لي الأحقية أنه يتدخل في خطوبة مثلا أختها. يتدخل أمك سافرت لحالها، في تفاصيل كثيرة مزعجة. أنا أتفق معك، يمكن على قول غزة أنا حبيت مثل من قلت لي العود من أول ركزة، وهذا المثل أنا يعني أقدر أطبقه في أشياء مرة كثير. إذا الزوجة هي سمحت من البداية يكون تديله هذه السلطة أنه يلا قوم أنت تحمل المسؤولية، تستلقى وعدها. أما إذا هي كانت من البداية تعرف كيف تحافظ على مشاكل أهلها، صحيح. ما تقول الأسرار، إذا تعرف إذا كيف هي تعرف إيش الحدود، حتى لو هو سأل تقدر تقول له مشاكل شخصية مشاكل عائلية، مو لازم تعرف، ومع الوقت هو حيتعلم لأنه هي اللي فتحت الباب من البداية، صحيح. لكن فعليا متى الزوج ممنوع أنه هو يتدخل في هذه الأمور، ميراث، فلوس، مواضيع شخصية، أشياء كثير. كيف تقدر تقول له لا مالك شغل، كيف تقدر تقول له لا وما يزعل منها؟ هي بيلها شوية يعني قدرة على التعامل وحنكة واستراتيجية معينة، أيوه. في طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة، هو إذا في خلل في كل هذا اللي احنا نقوله، إذا ما في خلل ما في لا شك ولا فضول ولا مشاكل ولا إلى آخره، إلا أشياء هو ما يقصد شك، هو يقصد إنه أنا أشعر إنه من مسؤوليتي إني أنا يحس نفسه أعتبرهم من أهلي. نفس العائلة إيه، بس هذا الإحساس بالمسؤولية مين اللي عطاها اياه؟ هي المرأة نفسها عطته إحساس بالمسؤولية، وعطته إنه أنت مسؤول عن أمي، عن أختي، عن أمي راحت، أمي سوت، أختي سوت، يعني فكل التفاصيل العائلة بطريقة ما أصبحوا جزء منها، فبالتالي لازم هو يتدخل. يعني ما ممكن هي تقول له يعني هذا الميدان يا حميدان وحميدان يقعد من دون ما يدخل الميدان، لا يدخل الميدان يثبت رجولته ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة. أحيانا في بعض النساء ترى عندهم رغبة بأنه هذا يكون، ما عندها مشكلة فيه، بس حنا نتكلم عن اللي عنده أصلا مشكلة فيه، اللي عنده مشكلة فيه هي اللي جابت المشكلة لها. يعني هو ممكن يكون حتى لو كان فضولي وجاي بيتدخل هي بتوقفه، يعني بطريقة، صح. يعني مهذبة، بطريقة راقية، بطريقة تعمل إحساب إن هذا شريك حياته، وإنه فبالتالي هو بيفهم بيستوعب بيدرك إنه هذا خط أحمر ما أقدر أتحداه ولا أقدر أتخطى فيه، خلاص أقف عنده. طيب احنا نعرف انه زي ما ذكرتي هذا الميدان يا حميدان، ويدخل حميدان لا ما يدخل الا بمشاكل. حميدان قد شفت حميدان يدخل الا بمشاكل وهواش وخناق ومدري ايوه، وينبسط حميدان على المشكله الله ويبهرها، احاول اكون خاصه لو كانت اختك عرفتي، ولا الاحد يقرب لك، ولا انه شيء يخصك، يجلس حميدان يهول بالامور. هنا نبغى نعرف، احنا نعرف انه اللوم على الزوجه، بس انه يعني كمان هو يعني شوي يعني لازم يكون في عنده ادب واخلاق وذوق انه ما يتدخل بالامور المشاكل. في ساعات المراه تحتاجه مش بمشاكل زي ما ذكرت رؤى، اذا كانت يتيمه مثلا ما تحتاج زوجها بمشاكل، تحتاجه بوقفات غير المشاكل، صحيح. فزعات تحتاجه يوقف تلقين مختفي، طيب بس في مشكله تلقينه جاي حياك، اي والله جاي ما شاء الله مره مسرع يبغى يحل المشكله او يزيد المشكله. بس اللي ابغى اساله اوكي ايوه تفضلي، في اشياء لازم تعملها المراه من البدايه زي ما ذكرنا، احنا قلنا ان المراه هي اللي توقفه عند حده، في كلمه لا ممكن تنقال، ما في داعي انه هي تمهد، هذا من وجهه نظري، بس ايش الاشياء اللي ممكن هي تقولها بلطافه، ممكن انه تخليه يتدخل بالاشياء بس اللي فيها فزعه، اللي فيها وقفه مع اهلها، مش بس المشاكل هذه ما نحتاجك فيها، احنا نقدر نحلها، احنا عيله ببعض، بس نبغاك بالفزعات. هو طبعا في هذه الحاله يعتمد على طبيعه شخصيه الرجل، اصلا فيه رجال حتى في المشاكل ما يبون يبعدون عنها، ما لا تدخليني في مشاكلك مع اهلك، خلاص انا خليني على جنب وما ابي اتدخل في اي شيء. ايوه بتضايق، في سيدات بيتضايقوا من ذا الموقف، يعني هي من ردة فعل، بس هي لها ترى لها طابع ايجابي انه دائما في صوره ايجابيه عن الشخص الاخر،
فبالتالي انه الافضل انه هو يبعد بالذات بعيد حبك يزيد بالضبط يا هذا واحد من الامثال اللي انا احبها صراحه الجازيه اللي فعلا تعطي تعبير عن حاله الحب في هذه الحاله. لكن على قولتنا حميدان اذا يبي المشاكل مشاكل تجيك لحد عندك اصلا ما يحتاج تروح الله تدورها. الله يمكن حميدان سوسه في الجيم بس يدور. المشكله لو في واحد اسمه حميدان ويا لا والله حميدان احنا ما نكسب في مثل اللي هو مجازي هذا الشخص يعني ممكن متى كمان تتضايقي لما مثلا ممكن اذا يفتش في جوالك اختك سلطتك علي امك حرشتك ساعات يرد عليها يعني مثلا هذا هو الشك اللي احنا كمان بنتكلم عنه مثلا لما يجي يبغى يشوف يكون عنده تطفل اختك بتحرشك امك بتحرشك فيبدا طول الوقت يفضل يفتش في جوالي يشوف امه ايش ارسلت ايش حركات الستات دي يعني احنا دائما بنقول انه السيدات هم اللي بيعملوا كذا هو الان صار في بصمه وصار في فيس اي دي يا وما حد يقدر يتعدى على احد وفي انظمه زي ما قلنا في البدايه وقوانين تحمي المراه وتحمي الرجل من هذا الموضوع بس هي الاشكاليه ما هي بالحاله هذه هي الاشكاليه وش النفسيه اللي تعيش فيها المراه والرجل انهم يصلون الى هذه المرحله هذه اللي ممكن فعلا تاثر بشكل سلبي على طبيعه العلاقه اللي ممكن تحترم فيها هذا الكيان اللي هو عباره عن مؤسسه اجتماعيه تنشي اجيال للمستقبل فيعيش هذا الجيل او هذا الاشخاص اللي موجودين سواء بنات او اولاد على الفضوليه على الشك على عدم الاحترام على انه بابا يشوف يفتش جوال ماما لا في مشكله في شيء هذه كلها ظل موجودة في أيوة لأنه السلوك عدوى يا أستاذة حصة يعني يمكن هذا أكثر شيء الواحد ممكن أنه هو يعني يوصف به الحالة يمكن إحنا كان موضوعنا أكثر ناخده من ناحية اجتماعية لأنه في كثير من الناس زي ما تفضلتي وقلتي الرجال منهم تحديد يمكن السيدات ما يدخل نفسهم في مواضيع أهل الزوج بداية في حد بعض الرجال للأسف ممكن يدخلوا في شوية تفاصيل أنا ماني ضد السؤال لكن أنا مع كيف تسأل ومتى تسأل وأنا أشكر وجودك اليوم شكرا على هذه النصائح أهلا وسهلا نورتينا مشاهدينا حنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات تابعينا بعد من أهم التطبيقات اللي تكون موجودة على جوالاتنا التطبيقات الصحية 80-20 منصة إلكترونية مطروحة من خلال تطبيق في الجوال يعمل على تقديم برامج صحية بتصميم أخصائي تغذوي علاجي للمشتركين والمتابعين وأكيد طبعا هذه المتابعة بتكون أسبوعية ومستمرة من خلال هذا التطبيق حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفتي في الاستديو آمنة الشريف مؤسسة تطبيق 80-20 يا أهلا وسهلا يعني جيتي والله جابك بصراحة كثير عندنا مشاكل في موضوع التغذية وهذه الأشياء لكن في البداية كلميني عن فكرة هذا التطبيق فكرته هي بالضبط تقديم حلقة وصل بين المختص وبين المحتاج أو المستهلك خلينا نقول فكيف نسهل العملية بدل ما يكون فيها مواعيد حجز مواعيد راحة مشاوير تكلفة عالية والسبب أنه في مكان احتياجاته كثيرة فهذه كلها خليناها بضغطة زر أو عيادة بين يدكم يا سلام طب يعني التطبيق هذا هو أنه أنتم تقدمون برامج علاجية أو برامج دايت للأشخاص اللي يدخلون هالتطبيق بس السؤال المهم إحنا دائما لما نروح مثلا نبغى نعمل دايت نبغى نعرف الكتلة الدهنية نبغى نعرف أشياء تفاصيل دقيقة علشان تعرفون أنه إيش اللي أنا أحتاجه بالضبط ساعات ما أحتاج يعني صح. أنزل وزني ساعات أحتاج بالعكس أنه أنا أزيد وزني وأزيد الفيتامينات صحيح فأبغى أعرف كيف إيش الأشياء اللي تعرفونها من خلال هالتطبيق نعم زي ما ذكرت في البداية نبغى نسهلها على المستفيد فكيف ممكن أسهلها أنا كمختصة يهمني أرقام معينة أسأل عنها من خلال نموذج التسجيل اللي هو أكيد العمر الوزن الطول وحتستغربون محيط البطن محيط البطن yeah. محيط البطن دلائله مرة كثيرة صحيا وكذلك شكلا ما حد يبغى كرشة طبعا هذه هي بالضبط أهم شيء جاوبتها من الآخر ما حد يبغى كرشة نبغى نقيس كيف البروجرس التحسن بهذا المقياس منطقة البطن هو أول منطقة يبان عليها التغيير
إذا أنت ماشي صح هتفرق، إذا ما مشيت صح هينزل كل حاجة اللي هي بالضبط. كيف آلية القياس هي موجودة في التطبيق؟ هي محيط البطن بالنسبة للنساء في أرقام معينة والرجال أرقام زادت، هذا خطر شديد، يعني النساء مو أكثر من 88 والرجال مو أكثر من 94. نعم حلو. فهذه كلها توضيحات نقدمها حتى يكون فيها التحسينات يشوفها المستخدم وينبسط عليها. طيب ايش التالي آمنة؟ يعني بعد ما تاخذوا هذه الاشياء كلها او البيانات المعلومات دي كلها في التسجيل للشخص اللي حابب انه هو يتابع معاكم، كيف ممكن تتم عملية المتابعة؟ احنا ذكرت زميلتي في بداية الفقرة انه راح يكون في زي اخصائيين، راح يكون في دايت معين، بتكلمينا اكثر على هذا الموضوع. تمام. وهل الدايت بيكون نفسه لكل شخص ولا بيختلف؟ تمام. لازم اوضح نقطة، انه كل الفريق هو اخصائي تغذية علاجية مصنف. حلو. فأوريدي معتمد وله خبرة. الآلية ذكرنا أنه هذه أرقام، طب إيش كمان نسأل عنه؟ نسأل عن سلوكيات. في سلوكيات معينة تهمنا إحنا حتى نصمم البرامج. 80-20، 80% ممارسات صحية، هذا رجوعا للتعريف، 80% ممارسات صحية تتضمن التغذية، الرياضة، الموية، النوم والصحة النفسية. فعندي خمسة جوانب أحتاج أسألك عنها يا مستفيد، إيش مسوية فيها؟ إيش أخبارها؟ معك مرة بالضبط. ما أقدر أقول يقول التعبير بس تفضل. أنا تكيت والله يا بالضبط. شفتوا هذا هو اللي نشتغل عليه. فلما عرفت إنه في جوانب تقصير يلا نشتغل سوا ونحسنها. التغذية نسأل عن وجباتك، نسأل عن توقيتها، الموية كم تشرب من موية، النوم كيف ساعاتك ومتى تنام، برضو الحالة النفسية والرياضة ممارستك لها. هذه السلوكيات لو عرفناها نقدر نقيم الحالة ونصمم البرنامج على أساسها. فالموضوع كله كاستمايز بمعنى شخصي فردي. حلو. طيب أمنا أنا اشتركت عندكم وصارحتكم بكل الأشياء اللي أنا بسويها من عادات حسنة من عادات سيئة وا 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 وا. أنتوا بعدين كأصحاب تطبيق كيف تعرفوا إذا أنا كنت صادقة وملتزمة بالأشياء اللي أنتوا طلبتوها مني وبالفعل مثلاً نزل وزني وتحسنت عندي حياتي الصحية وأكلي وكل شيء من دي الأشياء اللي أنتوا طلبينها مني ولا ما تحسنت؟ هنا أوضح نقطة، البرامج بتكلفة فما هي مجانية، هي تكلفة خلينا نقول تنافسية، سعرها أقل من السوق بكثير. أنت تبغى تدفع بس ما تستفيد شيء راجع لك. لا تضحك على نفسك. ما تضحك على نفسك، أنت الوحيد اللي حتستفيد أو حتنضر بناء على أدائك، فصدقك مع نفسك أولا مطلوب. صحيح. أنا ما فهمت إلى الآن هذا التطبيق اتكلم عن رياضة ولا اتكلم عن غذاء ونمط حياة؟ نمط حياة. نمط حياة. حلو. طيب نيجي واحدة واحدة. لما أنا أخلي حياتي بطريقة أو معينة مرتبطة بتطبيق، هل فعلا التطبيق هذا حيقول لي متى أنام ومتى أصحى وكيف أكل وحيذكرني متى أشرب موية، كم خطوة مشيت اليوم، التفاصيل هذه؟ صحيح. يعني أوكي صح، الجوالات في جيوبنا، كل وقت الجوالات في إيدنا، بس كيف فعليا هذا التطبيق إيش الآلية اللي يشتغل عليها؟ نعم. التنبيهات أذكر بنقطة، متى أطلقنا الخدمة هذه؟ أيوة. أطلقناها بسبتمبر 2018. أوكي. التحسينات على قدم وساق ما شاء الله. موضوع الخطوات هذه من اقتراحات المستفيدين، يبغون الخطوات، يبغون توقيت النوم، وقدام شوية حنقول لك أنت ما نمت كفاية والسبب الإثبات قسناه لأنه سوينا انتجريشن ففضحناك. يا ساتر. انت بتجيبوا يعني كل حاجه. هذا اللي حنشتغل عليه. ابوه بقى حيشتغلوا عليه لسه حيسووا. هاي حنسويه. طيب هل حنسويه او ما نسويه؟ هذا بناء على احتياجكم. شفنا انه في اقبال او في هذا الطلب، ليش لا؟ وهو قابل للتطبيق. جميل. طيب ايش اليه الاشتراك؟ نعم. والحصول على الانظمه بما ان يعني زميلاتي مره متحمسين مهتمين. إيه، فإيش آلية الاشتراك والحصول على الأنظمة الغذائية؟ زيارة الموقع والدخول على رابط التسجيل اللي هو تصميم البرنامج نفسه. أيه. خلينا نقول تسجيل المعلومات هذه. أيه. فتسجيل حساب، بعدها كملت البيانات، صارت عملية الدفع وانتظر برنامجك.
أيوة. خلال 24 ساعة حيكون برنامجك جاهز وغالبا ما يكمل 3 ساعات. بس ما يخافون يعني أنا من النوع اللي ما أثق صراع، يعني خلينا نكون شوي نحكي بواقعية. أنه لو تكلمنا عن شخص يبغى يدخل تطبيق، طب مو أسهل لي أنه أنا أروح مثلا أخصائي تغذية يعني أضمن لي ما هو موجودين بيتابع حالتي. في بعضهم يخاف عبر، يعني أنا من النوع اللي أنا أخاف أعتمد على تطبيق مثلا أنه هو يقول لي إيش تاكلين وإيش تشربين ومتى تنامين. أنه في أخصائي تغذية ممكن يقول لي الأشياء هذه، ممكن يتابعني وجها لوجه. في ناس تحب أنه تكون يعني تتابع أخصائي معها يعني عادي، أو أولد سكول زي ما بيقولوا. التطبيق زي ما قلت لك للناس اللي تبغى تكون هذه الخدمة متوفرة عندها. طيب هل حنغطي عن الباقين؟ لا، هو alternative only، بمعنى أنه بديل. حابينه ممتاز، سهل ولو كوست، و يغطي جوانب حياة ويعطيك مساحة حرية. بالضبط. الجوال التكنولوجيا صارت يعني أسرع وأسهل والكل بيستخدمها. لكن أمل، أنت كأخصائية تغذية ذكرتي من ضمن الأشياء في الآلية الصحة النفسية اللي بتسألوها للشخص اللي حابب إنه هو يتابع. كأخصائية تغذية إيش أو دور الصحة النفسية في إنها تلعب دور كبير في حياة أو وزن الشخص اللي هو جالس يتابع؟ كيف صحته ممكن تؤثر على أنه يزداد وزنه أو يقل وزنه؟ تمام. الفريق أخصائيات تغذية، أرجع أقول فريق نسائي. نسائي حبيت أخصائيات تغذية. طيب. نسائي نعم، ونعمل على إثارة أو إعلاء جودة معلوماتهم. حلو. يعني 80-20 هي شركة، شركة 80-20 لتقنية المعلومات، تحبذ جدا انه المعلومات والنولج لاخصائيات التغذيه تكون اب تو ديت. فاخر شيء سويناه، واحده من الاخصائيات مثلا حضرت دوره الحاله النفسيه وتاثيراتها مع التغذيه. جميل. فصارت اب تو ديت. طيب ايش اضافاتها؟ التغذيه وانواعها اللي تاثر على النفسيه، كيف نزيد العناصر الغذائيه اللي تحسن من الحاله، وهكذا. فالموضوع قائم على علمي، اساس علمي وصحي ومحدد. يعني مثلا تختاروا للاشخاص المشتركين في الدايت انواع الاكل اللي ممكن تحسن المزاج، صح؟ او مثلا يكون عنده نشاط حركي مثلا زايد، فانتوا تعرفوا ايش تقدموا له اكل ما ياثر على الادويه اللي هو بياخذها. بالضبط. اوكي، اذا قلتي ادويه، من ضمن الشروط والاحكام احنا نحبذ انه ما يكون عنده اي مشاكل صحيه. فهو معافى، مجرد يبغى احد يوجهه. حلو. ممتاز. نعم. كتحسين يعني انتم يعني بالدرجه الاولى انتم حابين تحسنوا من نمط حياته. صح. طيب امنه، انا حترك التطبيق على جنب، حسالك انت. نعم. فانت تشوفي نفسك كمان 5 سنوات مع التطبيق الحلو اللي انت زميلاتك عملتوه؟ يا حبيبتي اشوف نفسي ما شاء الله. انت ماستر. انا ما احب اطلع برا السعوديه، احب السعوديه، احب افيد بلدي فعليا. انا بنت بلدي واحب افيد بلدي زي ما فادني واكثر ان شاء الله. ممكن على اطرافها مسوين مصحه اسمها اسلوب حياه 80-20، يدخل الواحد فيها واذا طلع هو انسان مختلف تماما، متحسن 180 200 وثمانين درجة. يا سلام. نعم. طب تقبلوني؟ طبعا انا اول مشتركين. انا يعني بالعكس احب هذه الاشياء، بس خليني اخلص من الموسم. كويس انه انتم كمان لازم تعرفوا وزن الشخص عشان لما يكون وزنه كويس او طبيعي اتليست تقدر تقول لو سمحت اخرج سكر التطبيق رجاء. تقدر تقول هذا النوت اللي قفل التطبيق لو سمحت. مو شرط، ممكن اقول له زيد عدد. لما رؤى تشترك هتصل عليك انا يا امنه. رؤى استاذتي عزيزتي استاذه رؤى، ممكن تبغين مصلز، فهذا من ضمن الخدمات اللي نقدمها. شفتي. تبغى هدفك زيادة مسلز، تبغى عجبتك. شوفي انقسم وزن او يعني. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بما انه يعني ذكرنا حالة شخصية. نعم. يعني انا وزني قليل. نعم. يعني تحت 50. هي الفكرة انه الحين الانسان ما يقدر يميز اذا هو عنده فات ولا عنده عضل زي ما تفضلتي وقلتي. ولما اكتشفت انه انا عندي العضلات في منطقة السيقان بيج او زيرو، جدا ضعيفة. يعني ما اعرف اذا هذا التطبيق ممكن يقوي من العضلات يا عبير، فاسمحي لي اشترك. سوي رياضه. بسوي زي خلاص جابت من الاخر. يقولي لي خيرك. بالنسبه ارجع واقول كونه هو كستمايزد، هو بناء على ارقامك وهدفك، ف
فكيف تغذيتك؟ كيف أمورك الثانية بمعنى الرياضة، النوم، الصحة النفسية وغيره؟ كيف أدائك؟ حنعرفه أسبوعيا. زاد وزنك بس ما زاد بطنك، محيط البطن، فأنت ماشي صح. هو أعتقد إذا زدتي عضلات ما زدتي دهون. إذا ما سز أعتقد تركزوا أكثر على البروتين صح، والتمارين، نوع التمارين. طيب انتوا تقولوا لهم كمان مثلا انه ايش التمرين اللي لازمك، يعني مثلا حاب احد ينزل كرش وايش التمرين اللي لازمه عشان نفس الشيء اللي يبغى يسوي ماسلز وكذا. طب هم اخصائيين تغذيه كيف يكونوا عارفين، او هل هو من اختصاصهم برضه ان هم مثلا ينصحوا؟ في بعضنا اخصائيين تغذيه رياضيه. حلو. وبرضه انا اؤمن بالتخصص، ارجع اقول لكم. ف من الاشياء شغالين عليها انه في سايكاتريك حندخله معنا اللي هو المختص النفسي نفسي. وايضا مدربين رياضه حيدخلوا معنا وهكذا، فكل احد عشان يكملنا في الاخير نبغى الفائده تكون فعلا بجوده. انا بس الكلمه الوحيده اللي اقدر اقولها انه اللي يسعدني في هذا التطبيق انه من ذوي الاختصاص كلهم موجودين اخصائيين، وكمان من بلدنا السعوديه، مو عشان فخر، هذا شيء مفروغ منه. اللي هم يفهموا نمط حياتنا واحنا كيف بنعيش وايش ناكل وكيف وضع السهر وكبسات اخر الليل، كبسه كل شيء محدود بالضبط. فلما يجي احد يفهم عاداتك وتقاليدك بيساعدك اكثر يستوعب ايش اللي انت قاعده بتقوليه. شكرا لك وشكرا على هذا التطبيق. شكرا لكم. شكرا. اهلا وسهلا. مشاهدينا حنطلع فاصل سريع ومن بعده مكملين. حول التأخر في التعامل مع البلاغات المقدمة من المعنفات ووجود ضعف في الاستجابة للشكاوي والبلاغات منهم، قدمتا عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والدكتورة نهاد الجشي مقترح ينتظر التصويت عليه الأسبوع الجاري حول فعالية التعامل مع هذه البلاغات. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بالتفاصيل أكثر. أرحب معي عبر الهاتف بالدكتورة إقبال درندري عضو مجلس شورى مقدمة المقترح. دكتورة إقبال أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني زي ما ذكر في هذا الاجتماع وهذا المقترح تحديدا أنه في ضعف في عدم التجاوب مع البلاغات اللي بتيجي من المعنفات، كلميني شوية عن هذا الموضوع. شكرا لكم على استضافتي في البرنامج والاهتمام بهذا الجانب المهم. طبعا أنا أتكلم من خبرة، أنا أتكلم من شكاوى كثير قدمت إلي. طبعا موضوع المعنفات والبلاغات وكذا هي لم تصل إلى حد الظاهرة طبعا، والحمد لله لدينا أولياء الأمور الذين يهتمون ببناتهم وأطفالهم، فهذا موجود لكنه يعني قد لا يكون وصل لحد الظاهرة، ولكن يجب أن نحمل جميع. الإشكالية أن هناك فتيات، خاصة الفتيات، يهربن خارج المملكة. أنا لا أتكلم عن الجميع، أتكلم مجموعة منهن حرم، البقية وجدوا أن هذا المخرج، وحتى اللي تسمعيهم يشتكون يقولوا ما وجدنا حماية كافية. فلما نجي نحلل الموضوع نجد أن الإشكالية في حقيقة في خمس جوانب. آلية الاستجابة للبلاغات للمعنفين واللي يتعرضوا إلى العنف الأسري، آلية التدخل سواء من المراكز اللي تحال لها بعض البلاغات أو من مراكز الشرطة. ثالثا آلية الحماية ودور الحماية. رابعا آليات العلاج والوقاية من المشكلة والتعامل معها بالإرشاد بدلا من أنه أحيلك إلى دور رعاية أو كذا. خامسا قوانين الحماية. ولكل جانب من هذه الجوانب يعني في المجلس قدمنا به توصيات او اصلاح، يعني الجهات مسؤوله كلها. دكتوره اقبال اللي انت بتحكي عنهم. نعم. اما التوصيه التي قدمناها انا والدكتوره نهاد وننتظر ان شاء الله تصويت عليها قدم باذن الله في المجلس. تطالب الوزاره بثلاث اشياء: تقديم اداء وفاعليه اليات التعامل مع بلاغات وحالات الايذاء والعنف. ثانيا تقليم أداء وفعالية آليات الحماية، يعني البلاغات واستقبالها وكذا التعامل معهم والحماية. وثالث شيء تقليم أداء وفعالية المعالجة، معالجة مشكلات الحماية والتدخلات الوقائية والعلاجية. وسرعة التجاوب طيب دكتورة إقبال؟
من ناحيه ماذا يعني؟ يعني لو مثلا جات معنفه بلغت او رفعت طلب انه هي بتتعنف قد ايش سرعه التجاوب بتكون من الجهات المختصه؟ طبعا ما اوفيك اداره الحمايه بتقوم بعمل استطلاعات، لكن هذا ليس المقصود. نحن نريد تقييم شامل، لانه اذا رجعوا لهذه ستجدين ان الناس تشتكي، عدد كبير يشتكي، وحالات وقفت عليها، حالات رفعت وحالات انا بلغت فيها وقلت وكذا وكذا وتابعنا، يعني يتاخروا في الاستجابه. انا لا اقول الكل، لكن هناك حالات يتاخروا. هناك الاغلبيه ما بيتعامل بحمايه مناسبه، يعني مثلا تعرض على المعنف بل يتعرض لها وقد ترجع مرة ثانية ويتسوء الحال ويختفي الحالة. صحيح. المشكلة هناك حالات اختفت، لا نعلم ماذا حصل لها. صحيح. من يتابع؟ طيب دكتورة، تتوقعين أنه يعني في ضعف في آلية الحماية، خاصة زي ما ذكرتي الآن أنه في حالات تختفي، حنا ما نقول عنها ظاهرة ولا عمرها كانت ظاهرة نهائيا، حنا نسمع عن حالات شاذة نقدر نقول، اللهم حنا ننوي أو نقترح التحسين. فأنت تتوقعين أنه في ضعف في آلية الحماية، وإيش الأشياء اللي ممكن نعملها أنه ممكن ندارك هالموضوع قبل ما نسمع عن حالات شادة أنه طلعت برا المملكة؟ يفترض أنه إدارة الحماية تعمل تقييم شامل لوضعها لكل الجوانب هذه لديها، من جهة محايدة تعمل التشخيص وتعمل العلاج. نحن اللي طالبنا فيه التقييم، علشان إذا عمل هذا التقييم يستطيع التدخل، لكن بشكل عام لا يخفى على أحد دور الحماية كأنها سجون في بعضها، ليس كلها، في بعضها تعنيف، إذا قد يكون أقسى، يعني التعنيف قد يكون أقسى من الذي تعرضت له في الأسرة. صحيح. وبالتالي الفتيات أمامهم اختيارات مرة جدا. واحد ترجع لمعنفها أو المعتدي أو كذا الذي في الأسرة، وهذا طبعا حيزيد العنف لما اشتكت عليه طبعاً. أو أن تسكت، وأغلبية يسكتون ولا نسمع عنهم لأنها تعرف ما قالها من، أو أن تذهب لدور الرعاية والكثير يحذرهم منه وبيروحوا ما بيطلع. صحيح. ما هي بتتعرض لعنف هناك، يعني في احتماليات كبيرة أنهم يتعرضوا لعنف أو إهمال من دور الحماية برضو. دكتورة إقبال، وحتى لو يا عزيزة يتم فيهم، ليس يعني غير من غير المقبول الوضع اني ابقيها واسجنها يعني لا تستطيع التنقل، لا تستطيع كذا، يعني تكون مستقله. دكتوره يعني انتم مطالبين باستقلاليه البنت اذا تعدت 18 سنه نقدر نقول كذا؟ لهذه التوصيه لم نطالب، هذه التوصيه بقول نطالب التقييم، لكن في المستقبل هم يفترض ان تطور دور الحمايه الى اماكن مستقله تساعدها على العمل، ايضا الى الارشاد للاسره، لان لازم يدرس العنف، حالات العنف ما مصدرها، هل سوء تعليم، هل هو فقر، هل هو ادمان، وتدخلات للاسره. من ناحيتنا انا وزميل دكتور احمد السيف في توصيه اخرى قدمت على اللجنه الامنيه، بنطالب بايجاد شرطه مجتمعيه، شرطه مجتمعيه تكون باداره نسائيه. صحيح. تستطيع المراه اللجوء اليها او الطفل او كذا وبسهوله ويعرفون، وتستطيع التدخل بدون ان يكون الشرطه الرسميه، لانها قد تعرف التعامل بشكل جيد مع الحالات. مع لجنه اخرى ايضا عملنا على نظام باذن الله ان شاء الله يعني يكون قريب في المجلس، يعني من 10 اشهر، على تعديل قانون الحمايه من الايذاء، بحيث نضع بنود توضح بشكل اكبر انواع الايذاء وتجريمه، لان اذا ما كان الانظمه، وتسمعين دائما من المعنفات نفسهم يطلبون ان النظام يجرم هذا المعنف ويتعامل معه، وايضا ان هو اللي يطلع من البيت، مهم تطلع من البيت. المشكله انها هي اللي تطلع علشان اشتكت، عشان قالت انقذوني. طب في حمايه لها دكتوره؟ طالبتوا بحمايه للبنت؟ احنا نعرف انه في بنات لما يرجعون ينقذون. نعم، في التوصيه هذه طالبنا. فاذا يعني هي مجموعه من التدخلات التي يجب ان تدرس بشكل كامل ليتم حمايه هؤلاء الفتيات، يعني هؤلاء الفتيات لهم حق انهم يكونوا في بلدهم معززين مكرمين، واللي يحصل ترى يحصل في كل العالم، ترى كل العالم معروف في عنف في بلدان اكثر من عنف، لكن ماذا عملت هذه البلدان؟ وفرت انظمه للحمايه بشكل كامل، وفرت آليات جيدة توفر لهم أنهم تعمل لهم تأهيل، تعمل لهم إرشاد للأسرة لغيره، تدخلات، فيعني نحن نصر بلد تدلم. طيب جميل جدا. يعني
دكتور إقبال آلية الوقت، يعني إحنا نعرف في بعض من السيدات أو الفتيات بيتعرضوا لتعنيف سواء من زوج أو من أب أو من أخ أو من مين ما كان موجود معاه في محيط الأسرة، قد إيش الوقت لو أتأخرنا في الرد على الفتاة المعنفة راح يضرها يؤثر عليها، وقد إيش إحنا لو أداركنا وسرعنا في موضوع إنه إحنا أتجاوبنا مع الفتاة المعنفة راح يساعدها برضو. الوقت ترى له دور، ممكن تبلغ وبعد كده يصير في تأخير في الرد على هذه المعنفة وتختفي زي ما حضرتك قلتي. أحسنتي. طبعا حسب العنف هو يفترض أن التدخل يكون فوري، إذا استنجدت الحالة قد تكون معرضة للقتل، قد تكون معرضة ولا حصل هلا، فيفترض أنه حسب الحالة، لكن التدخل يكون فوري. اللي بيحصل انه في بعضها فوري، في بعضها لا، في بعضها حتى مرات فيه معنفات اشتكوا لي قالوا ما رفعت سماعه بتابع معاهم، واضطريت اتدخل. ترى لبعض حالات الحمد لله انها ماشي وضعها، لكن يعني ما هو انا المؤهله لذلك، لكن انا اقول لك من خبره ميدانيه في هذا المجال. طيب دكتورة إقبال، طيب دكتورة إقبال، بنعرف إنه في نظام، في قانون لازم إنه يتعدل عليه، لا خلاف عليه، لكن أبغى أسألك يعني من الأشياء اللي قاعدة بتصير من باب الحلول إنه المعنف يوقع على تعهد وترجع بنته ولا أخته ولا مين ما كانت صلة القرابة بينهم، هل بعد كده في متابعة من الجهات المسؤولة والمعنية والأمنية لهذه الفتاة؟ في تصير في زيارات منزلية؟ يعني هذا أبسط حل، لو إحنا ما نبغى نعمل تغيير عظيم في هذا الموضوع أقلها زي ما بيصير في موضوع مافش، فإنه أقلها يكون في مثلا متابعة لمدة سنة، أنت شخص مثلا إذا كنت مدمن يكون في تحليل، إذا أنت شخص تعنف يكون في زيارة منزلية أشوف إيش وضع البيت، إذا هو بخيل ومجوعهم أشياء من هذا النوع. هذا ما هو موجود بالشكل الجيد. إذا ما هي صدنا تتصل وتقول الحقوني حصلوني ورجعوا مرة ثانية، ما في ما سوينا شيء. طيب دكتورة إقبال، إحنا كده دكتورة إقبال بنطلعها من حفرة بتطيح في دحديرة. الافتراض أنه خلاص حل وضعها وهو قد يكون أسوأ، ولذلك في التوصية طالبنا أن يقيم فاعلية المتابعة، بس هذه نقطة مهمة جدا مهم انه يكون في متابعه. دكتوره اقبال، بس لو تسمحي لي اسال، انت ذكرتي كذا مره انه في حالات اختفت وممكن يكونوا كانوا هذول الفتيات معرضات للقتل من قبل ذويهم او من قبل الشخص اللي كان بيعنفهم، لكن خليني اسالك هنا، لما الحاله تبلغ وتختفي ايش دور الجهات المختصه وقتها؟ كيف تقدر تتصرف؟ هو يفترض، يعني يفترض أنه الإدارة الحماية أو الوزارة ممثلة في إدارة الحماية يكون عندها جهة لمتابعة عمل الإدارة نفسها، متابعة البلاغات نفسها، جميع الحالات، ويكون أنا بأخذ مثلا عينات عشوائية أتواصل أول شيء، يكون متابعة للإدارة هذه بتكون بشغلها كيف ولا كذا، ما في حد ما يغلط. أيضا متابع هذه الحالات وتأطمئن ما هو وضعها ما هو كذا، زين مثل ما تفضلته إلى فترة معينة ما في شيء اسمه أقول له وقع به، لازم يكون في إرشاد، يعني لازم يتولى إنه في أحد يزور هذه الأسرة وضعها ما هو، قد البعض طبعا يكون في تحرج أو شيء، ولكن لا يمنع أني أجد الطرق المتابعة لهم للتأكد. لا إنه ما بتحصل، يعني في ناس بتخلط مرات تقول ترى شوفوا هذه المعنفة كذابة وهذه المعنفة، يعني حصل إنه أمس في برنامج أو تشتغل يعني ظهرت المعنفة، فالبعض بعض أشوف كل ما هي عاد يا جماعة المعنفة بتكون أو المعنف أو الطفل حتى اللي حصل عليه إيذاء بيكون في رجعي، يعني خش، يعني ممكن يكون متلخبط، بس ممكن لا يستطيع المواجهة، لا يستطيع، هذه كلها لازم نأخذها في الحسبان. هذه الحالة تحتاج إلى رعاية. خايف. طيب دكتورة إذا تسمحي لي أسألك، الآن استقلاليتهم ما تعتبر يعني أنه حل أمثل لهم، خاصة إذا تعدوا 18 سنة يكون لهم بيتهم، ما نقول بيت نقول شقة، ويأمنوا لهم وظيفة، ويأمنوا لهم حتى يأمنوا لهم الأمن والحماية، يعني ليه ما يكون مش وقف؟ ما نبغاهم واضحين للناس، نبغاهم متعايشين مع المجتمع، ما نبغى يكون لهم مكان مميز، لا نبغاهم متداخلين مع الناس. غير كذا انه ايش الحماية اللي تقدمها زي ما ذكرت غزل، ايش الحماية اللي تقدمونها لهم لو حصل انه خليتوهم يستقلوا خاصة بعد 18 سنة للبنت والولد؟ هناك بعض الحالات تمكنت من هذا، يعني في حالة كان قريب حصل لها مشكلة وكذا، تواصلت مع ناس ساعدتها
فهم ما قصروا في إدارتي معي، تفهموا موضوعها. المهم سمحوا لها هي وزميلة بالاستقلال، وهم وجدوا طريقهم للشغل، ساعدوهم جهات معينة ووصلوهم فهناك جهود. بس في البعض دكتورة ما يطلعوهم من دار الحماية إلا لما يكون إلا إذا كان متزوج أو يبغى يتزوج، يعني هذه مشكلة مرة كبيرة. صحيح، بس الحالة هذه زي ما أقول لك يعني من واقع الحالة هذه تدخل فيها محامين وكذا وكذا، استطاعت إنها تعمل كذا. فأنا ليش لماذا أضطر الحالات إلى محامي وغيره؟ صحيح. لماذا لا أتيح الفرص الطبيعية للحياة الطبيعية لهم وأمكنهم من ذلك؟ يعني لا يمكن يعني واحدة صغيرة بس من حالها تستقيل، ولكن يعني أوفر لها الحماية الكافية بحيث تستطيع تدريجيا رعاية نفسها. وبعضهم تقول أنا ما عندي مانع، يعني مثلا مع أخواتها مع أسرتها، في بعضهم مع بناتها، في البعض بيتعرض للتعنيف عند بناتها، هي تستقيل وبالتالي صحيح. بس الحماية دكتورة إقبال كيف حتكون؟ يعني مثلا واحدة زي ما حضرتك قلتي بتتعرض لتعنيف هي وبناتها، فالمفروض إنه إحنا ناخدها ونوديها في مكان آمن. هل أنا أضمن إنه بعد ما أنا أخدتها وفرت لها المسكن المناسب لها ولأسرتها أو لها ولبناتها، إنه ما يجي الزوج أو الأب في يوم من الأيام ويتعدى عليهم؟ يعني برضو لازم يتهيألي شوية المتابعة الأمنية تكون مكثفة عليهم بشكل أكبر. يعني إحنا ما نضمن ده الأب أوكي ممكن تأخذوا الحمية إن أنت رحتي وبلغتي وطلعتي وأخذتي بناتي وعملتي، ممكن يجي لا قدر الله يديها أو ممكن يقتلها. نعم صحيح. فهو الأولى أنها تكون هي ساكنة في بيتها، وهذا المعنف هو اللي يسرع من البيت ويؤمر بالصرف والنفقة عليهم كل شيء، إلى أن يأخذ ما هو بس أن يخرج كده، لا تعطيله مثلا دورات تدريبية، أو إذا كان يعاني من مثلا في الأغلبية إدمان، في الأغلبية صحيح. مشكلات دكتورة إقبال، إحنا للأسف الشديد كل الرجال اللي بيعنوا في السيدات، أنا أعتذر منك كلهم بشكل عام، ما في عندنا شماعة نعلق عليه إلا إنه هو دار رجال عنده مرض نفسي وعشان كده هو بيعنف فعلا. بس ارجعي لها، ترى بعض المعنفين نفسهم عنفهم صغار، يعني عادة لو نرحتي لها من منظور نفسي أو مثلا تحت ضغوط فقر أو ضغوط سوء تعليم أو سوء نظرة للمرأة، يعني صحيح. يعني هو عاش في مجتمع نشأ وطلع كده، فأنت لا تستطيع أن تستحمل لوحده، يعني عملية الإصلاح متكاملة. فانظر لها، ممكن حالة كذا، ممكن كذا، ممكن كذا، أنا معاكي. طيب دكتور إقبال، يعني التعامل معها بحسب أي المسببات ما هي عذر أنا بالنسبة لي في الآخر، لكن هي تكون من أحد العوامل لو نبغى نقول. يعني أنا أتمنى من هذا المقترح أنه فعلا يؤخذ بعين الاعتبار ويعطي نتائج جدا مهمة، خصوصا بما يذكر بعد هذه الجلسة، أنه تعهد أنا ما يلزمني هذا التعهد، أنا أبغى شيء بعد كذا، أحتاج يكون عندي أمان واستقرار، مطلب طبيعي إنساني فطري أي أحد ممكن هو يحتاجه، استقرار مسكن ووظيفة كدخل، أحتاج أنه دور الرعاية ودور الحماية تكون فعلا مؤهلة لاستقبال بعض الحالات، لو أبغى أسميهم الحدث، يعني اللي هم أقل من السن القانوني. أنا ماني محتاجة أني أكون بين سجانات، أنا محتاج أكون بين سجن. أسرة ثانية. صحيح. أنا أشكر اتصالك وعفوا وأشكر مداخلتك. تفضلي حبيبتي، تفضلي دكتورة. هلا؟ تفضلي تفضلي حياكي. فقط يعني العنف لا يبرر، أنا أتفق معك، ولكن التدخلات تكون مدروسة بحسب الحالات، لأني لا أستطيع أنا أخذ مسطرة وأقول هذه تمشي على كل. صحيح. وأشكر لكم يعني اهتمامكم بهذا الموضوع، وأقدر مداخلاتكم ومرئياتكم التي قدمتوها. شكرا لك دكتور إقبال. يعني أنا شخصيا كثير مهتمة في هذا الموضوع، وأتوقع أني راح أتابعه عن كثب، خصوصا أنه في الفترة الماضية كنت كثير أقرأ عن حالات الفتيات في دور الحماية والرعاية، وكان نفسي أني أسلط الضوء عليه بطريقة أو بأخرى، لأنه اللي قاعد بيصير غير مقبول في هذه الدور. ربما البعض، دائما نحط قاعدة البعض، إحنا ما نقول الكل، قصص كثير سمعناها، حتى في ناس بيهربوا زي ما ذكرت رندي قبل شوي، أني كيف أحطها وما تطلع مني لما تتزوج.
من فين تبغى تلاقي نصيبها؟ تعرفي كمان رأى إيش؟ الفكرة في دور الرعاية دي أو دور الحماية، إحنا برضو لازم يعني نشوف إحنا بنحط مين مع بعض. بنحط مين؟ بالضبط. ما نخلط الحابل بالنابل، ما تدخل وحدة يكون مثلاً عندها خلفية نفسية ما هي كويسة نحطها مع وحدة أو إنها بريئة. تكون وحدة يعني تكون فعلاً تكون عملت غلط. بالضبط. يعني في بنات مثلاً يكونوا غلطوا في يوم ما عقاباً لهم ما يدخلوا سجن عشان هم تحت السن. بالضبط. يروحوا لدور الرعاية والحماية. فتجي وحدة معنفة. بالضبط. عشان كده بقول لك اختارت الحابل بالنابل. لازم إحنا نوجه أو نوزع دي تنحط في المكان الفلاني ودي تنحط في المكان الفلاني. يكون في ترتيب يا غزال. يكون في ترتيب. فأنا أرجع أشكر الدكتور إقبال أكيد وأستاذة نهى على هذا الاقتراح، وفي انتظار إيش رح يصير بعدها بإذن الله. مشاهدينا حنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. ننتقل إلى زميلتنا غالية أمين ونشوف لقاء خاص مع الملهمة والمتحدثة سناء عزام، نتعرف على بداياتها وماذا تقول عن عناصر النجاح في الأعمال. نتابع. Hi, Sana. I would love to welcome you on the Sayedity Show. Hi, thank you for having me. You were a banker and now you're a motivational speaker. Tell me more about your career. In 2010, I was in Sweden and I was studying at Stockholm School of Economics. And I had the great privilege of winning an award called Female Economist of the Year. And from there, I got a lot of press coverage and they're writing about me. And then all of a sudden, imagine I'm in my mid-20s. I get a call and somebody invites me to attend a conference and speak. I'm going, why not? You know, I'd gladly do that. So I attend this conference, I speak, I share some insights, I share my story, very candid, speak from my heart, and then I step down from stage. When I'm done, this lady comes up to me and she says, wow, it was very inspirational what you said. Now, can you come and do that for our organization? And I'm going, yeah, why not? She's like, we don't have much of a budget. We have about, and it's equivalent of $1,500. So can you come and do this keynote at our organization? I'm going, you know what, I can do that. But inside, I was ecstatic. I mean, you want to come. So it was your calling. It came to me, and I was thinking you can have a full career speaking and sharing insights. So this is really how it started. Now you started in Dubai, MENA Speakers. Yeah. Tell me more about it. I wanted to showcase role models that are male, female, Arab, black, white, of all colors, and showcase that knowledge belongs to all of us. And these voices should be up on stage and share their insights. And this is really the idea where the seed was planted for MENA Speakers. You said making money is doing what you love. How can people do what they love and earn money at the same time? In 1961, President John F. Kennedy went to the space agency in the States called NASA. And there he was doing a site visit and talking and greeting different people. He bumps into a janitor. And this janitor is mopping the floor. And the president asks this janitor, what are you doing here? And this janitor looks at him and he says, well, sir, I'm helping put a man on the moon. And I think that's so nice. Yeah, it is. I think that's the essence of finding a purpose in what you're doing, no matter what it is. In your opinion, what are the elements for success? Japanese, they use this model called Ikigai. And they talk about the purpose of living or the reason to wake up. And it's at the intersection of four things. So it's doing something you're good at. That's Ikigai. Ikigai, yeah, doing something you're good at, something that people need, something that people are willing to pay for, and something you love. That is my definition of success. What are the tricks that you do if you're very or so afraid from public speaking? Proper preparation prevents poor performance, right? Which means plan, prepare, rehearse, record yourself and see how you look like in the camera, on stage, with your content, and get feedback. Ask for feedback. Your favorite saying. Feedback is our fuel. Yeah. Thank you, Sana, so much for your time. It was a pleasure having you on the show. Thank you so much.
شكرا يا غالي على هذا التقرير، وشكرا لسناء على الكثير من المعلومات اللي قالت لنا اياها اللي ممكن تساعدنا وتكون خطوات للنجاح في الاعمال، يمكن عالم البزنس تحديدا، لكن اكيد الاشياء تتخصص وتختلف وتتنوع. يمكن لو نبغى نركز شويه على عوامل النجاح في الحياه العمليه بشكل عام. رندا، شوفي اهم شيء زي ما ذكرت، هي ذكرته بالتقرير بس فعليا هو صحيح، انه تسوين شيء انت تحبينه هنا بتبدعين فيه، يعني بتحاولي كثير ما تقدرين انه انت تتعلمين، تسعين انه انت تكونين الافضل، ودائما ان شاء الله انت تكونين الافضل. اهم شيء تسوين شيء انت تحبينه، حتى لو اعطاكي مدخول يعني بسيط في البدايه، بس انت جالسه تتطورين، استمري جالسه تسعين لهدف معين، فانت امشي له، والهدف ده ما تتوقفين عنده، لا في عندك هدف اكبر، فحلو دائما حلو تسوي ما تعمل لتعمل ما تحب. صح عليك يا غزل، انت دائما خلاص اتوقع قلت لا بقول لك مثل وخلاص ما شاء الله اليوم انت ام الامثال يا غزل، مش بس اليوم كل يوم وحياتي انا ما بقول مثل سمعته جوا، قولي لي انا سمعته ده. بالنسبه لي انا احس ثقة بالله أول شيء، وثقة بالنفس. صحيح. على قولة محمد رمضان، ثقة في الله نجاح، ثقة في الله نجاح. فمهم جدا أنه أنت تثق في ربنا وتثق في نفسك وتثق في الشيء اللي أنت قاعد تقدمه. حاجة مهمة يمكن هي كمان ذكرتها في التقرير، هي تكلمت أنه المعرفة أو العلم حاجة زي كذا، أنا ما هقول معرفة بس، أنا ممكن أقول الثقافة. صحيح. حلو أن الشخص يكون ملم أو مطلع على أشياء كثير تخوله أو تأهله أنه هو يقدم أفضل ما لديه أو يقدم أفضل ما عنده. أعطيكي مثل؟ طب استني أنا هقول لك مثل، هقول حاجة زيادة وأنت أعطيني عليها مثل، أتوقع عندك مثل لها. طيب يلا قولي. الصمت، صدقيني من عوامل النجاح. صحيح. أنه الإنسان يصمت في الوقت اللي لازم يصمت فيه. اعطيني مثلك. لا ما كنت حقول عن الصمت. طب لا في عندك مثل أنت عن الصمت. لما جالسة بتقولي بالفعل، لا مو عن الصمت، لما جالسة بتقول انه مو شرط كل واحد، اوكي طبعا مش معناته ان الواحد يقول ما يدرس او يتعلم، لا ادرس واتعلم، بس خلي عندك معرفتك ايوه اوسع. أيوه. لانه العلم في الراس مو في كل راس. الله غزل، يعني غزل يعني قاعده في قهوه اليوم مبدعه غزل بالامثال. والله ماني فاهمه. لا بس عن الصمت ما عندك مثل؟ فليقل خير انا ولي اصمت كذا كويس. جميل جدا. لا يعني تعرف ايش؟ الواحد المكان اللي هو وصل له، هي يعني انا اليوم جدكم جالسه بفكر الشيء اللي انا وصلت له، ما وصلت له هو، ما وصلته بسهوله، انا تعبت عشان اوصل له، فانا لازم احارب واكون قد المكان اللي انا وصلت له. انا ما وصلت اللي انا وصلت له بسهوله. صح. وصلت له بعد تعب وبعد مجهود، فلازم من جد احارب عشان افضل فيه. صحيح. مالك. يعني معلمة رهيبة. خليني أقول لك على كلمة المعرفة، يمكن في مثل أجنبي متداول إنه the knowledge is the power، معروف إنه المعرفة هي القوة. فالواحد ما يكتفي من التعليم، أنا ما أتكلم عن التعليم أكاديمي. أكيد. أنا أتفق. صح. معكم، لازم الإنسان يكون مطلع في جميع التخصصات، أفق واسع. بس من المهم إنه كمان يتخصص في مجال معين، إنك تأخذ من كل بحر قطرة، هذه معلومات عامة نأخذها في مجالسنا من قراءاتنا. صحيح. من متابعتنا لكثير من البرامج. صحيح. إنما التخصص كمان مهم حتى يحدد الجول اللي أنت تبغي توصلي له. هذه واحد. اثنين، أنا بالنسبة لي أهم العوامل للنجاح التعثر. يوم إنك تطيحي تتعلم كيف توقفي وتكوني أقوى، وتعرف الغلط اللي طيحك ما يرجع يطيحك. طبعا. مرة ثانية. هنا هيربط نفسه أول ما يتعثر في أول عثرة تواجه بيربطها بثقة في الله نجاح، هذه عرفتي كيف؟ فبالضبط يثق في نفسه، يثق في رب العالمين، ففعلا يقدر أو يعرف كيف يتجاوز. يرجع مرة ثانية يقوم يتجاوز هذا المحن المركب. واللي يميز هذه الطيحات إنها تعطيك القوة وتشوفي نفسك في مكان تقولي أنا ما كنت أعرف إنه أنا عندي هذه الاستطاعة. بالضبط. تكتشفي في نفسك أشياء ما كنت تتوقعيها. فعوامل النجاح كثير، ربما تختلف من شخص لآخر هو كيف يشوفها، لكن أنا متأكدة إنه الإكسبرينس في الحياة هي اللي تخلي الإنسان ناجح في الأول وفي الأخير. صنفرك صنفر تسترك تصنفر، هذه عوامل تعب. بس ايش؟ جبل طويق. بالضبط. لا طويق ما هزك، ما فيها شيء هذه. طيب خلينا نطلع فاصل. يلا نطلع فاصل نرجع نكمل باقي الفقرات. يعاني بعض النساء والرجال من الشراهة في الإدمان أو الاقتناء، اقتناء الأغراض الخردة وغيرها قبل نفاذها، مما يوقعهم المفكات، مما يوقعهم في مشاكل يصفها المحيطون حوله بالمرض الشرائي.
فهل يشعر المدمن بهوس الشراء لأنه يعاني من خلل أو اضطراب نفسي؟ حنتكلم عن هذا الموضوع مع الجميلات وحسب الإكسبيرينس وخبرتهم في هذا الموضوع. أنا يعني أقول لك بيني وبيني كرندا، واحدة من الحضور عندها تخصص تكديس أغراض. أنا عارفة. أيوه. أي. أنا عارفة. تتوقع بس عندها خلل؟ لا شوفي مش خلل، يعني إذا جيت أبغى أتكلم عن نفسي أنا أحب أجمع، ما أحب أجمع أنا الأشياء. أنا عارفة. عشان كذا بجيكي بتكلم عن نفسي بعدين أجيها أعطيها حقها. بدي تنصرها عشان هي نفس الشيء عرفتي؟ لا هما اثنين نفس المشكلة. أيوه. عرفتي؟ هي تنصرها الأول بعدين تقولك إيه. بس والله يا عبد ما أحس هوس إنه تكديس الأشياء، يعني أنا عندي أشياء من 6-7 سنين والآن ألبسها. كتر خير. والله عبير الآن ألبسها بالبرنامج ومن جد كثير يسألني إنه من وين. ما شاء الله. عندها أشياء من وهي طفلة، غير إن أمها عندها أشياء من يعني هم العائلة ظهر بيتوارثوا هذا الموضوع. ما شاء الله. أوكي. فصار الموضوع سيريس لهوس يعني. يمكن ورثته إيه. إيه. ورثته. تبقى هي خجلانة. خجلانة حبيبتي غزل. طبعًا غزل هي المشهورة في تكديس الأشياء وما شاء الله عليها تحتفظ بيها. تحتفظ إيه. تحتفظ إيه، ولكن خليني أتكلم عن موضوع التكديس لما يكون تكديس مرضي. مثلًا أنا من الناس اللي ما يرموا التكت البوردينج باس. فواتير المترو ما أرميها. ليه؟ ما أعرف، أحس أني أحبها كذا أبغاها. عرفتي أفتح الشنطة ألاقيها كذا مليانة. هذا اللي أتكلم عنه تكديس. وتجمعينها بوكس وأشياء. أنت تشوفي هذا مش مهم. أنا أشوفها أنا الفواتير أحب الفواتير، أحب أجمع الفواتير بس أرميها آخر الشهر، يعني مش تكديس. لا لا أنا أحبها. ومن الأشياء يعني أنا أستحي أقول هذا الكلام، أحب علب الشوز الفاضية يعني تحت السرير. لا علب شوز أنا أحتاجها. انا عندي حاجه يعني من جد، انا حتى هي دائما معايا في الموضوع ده. انا عندي هوس العطور، انا احب العطور حتى لما تفضى. لا 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 بشكل عام احب اشتري العطور بشكل عام. قد سبق انه انا واجهت مثلا انه في عطر اكون انا مره احبه وفجأة انفقد من السوق، فتلاقيني مثلا لما اسافر يكون العطر ده موجود، تلاقيني مثلا اخذ كل ما اسافر تلاقيني اجيب، كل ما اسافر تلاقيني اجيب. كم أربع يعني أنا حاليا اللي مستخبين عندي في الدرج ومخبيتهم. لازم نجيك يا غزل، متى تبغين تعزمينا؟ نبغى نزورك. تعالوا زوروني بس بعدوا عن الدرج اللي فيه العطور. نبغى نعرف وين موقع الدرج. ترى فعليا تفكر كذا إذا أحد طلبها مثلا حاجة مرة عزيزة عليها، يعني إذا كنت أنا وأختها وما أدري إيش كانت بتعمل أختها في الدرج وكذا، لا قالت لها أنت بتمزحي أنت بتمزحي أنت بتمزحي، قالت لها إيش في؟ طلع عندها 4 عطر معين، 4 علب من نفس العطر. إيه أنا عشان لما أسافر كده طالعنا. طب من جد لو خلص مين حيجيب لي؟ من فين ألاقي؟ مين حيجيب؟ إن شاء الله يعني ما يخلص. في عطور خلاص تقولك مثلا الشركة وقفت. هذا غير المفتوحة. عندها واحد بتستخدمها وعندها 4 إنكيس. والله إنها ذكية صراحة. الله. طب احنا كنا بنتكلم عليها من ناحيه نفسيه. من ناحيه نفسيه، وعلى فكره كمان صرت كل ما اشوف عندها شيء جديد اقول لها هذا من كم سنه؟ لانه مو هذا بيطلع من الارشيف، فتقول لي لا ده جديد مثلا، يكون الشغله جديده. يعني مره شفت اشياء حلوه تكون انت مثلا جايبتها تعني لك حاجه معينه، او انت مثلا جايبتها بمبلغ يعني ما حتلبسيها وعلى طول تستهلكيها. وبرضه يتهيألي هذا يعتمد على نفس الشخص. في ناس مثلا تقول لك تدهك الملابس او تدهك الله يكرمكم الجزم، الجزم عندهم والملابس ما تعيش. انا من النوع اللي ما اخرب. طب ما خربت ليش ارميها؟ في اللي يخرب. في اللي يخرب. يعني انا ما اخربه بس في ناس تخربها اقوم مضطر ارميها. انا ما اخرب لك اشياء كثير يعني كلها 3-4. ايش اغرب الاشياء اللي عندكم في البيت تحسوا ما لها داعي بس متمسكين فيها؟ كتبي. الكتب ترى على فكره هذه من انواع التكديس اللي جدا سيئه. انا عندي كتب الجامعه، الصحف، الاشياء الورقيه اجمالا. أوكي. يعني تاخذ مكان وتعمل لك حاجات مش كويسه للنفسيه. لا لا بالعكس كمان. أنا يعني أنا احبها مشاكل. انا اكدس الشغله من حبي فيها. أوه. يعني الكتب عندي اشياء من ايام ما كنت في المتوسط، تعبير من ايام ما كنت في المتوسط. أوه. تخيل يعني لاي درجه كنت مره احبه يعني. يعني عندي اشياء زي كذا اللي هي انا حسيت اني انا استفدت منها او انجزت فيها شيء. طب خليني اسال، هل ممكن تغيري من مكانها من مكان لمكان لكن مستحيل انك
مثلا تفنديها تبنيها؟ افتحها لا اقصد تتخلصي من الاشياء تحسي انه انا ما احتاجها ولا بس تغيري اماكنها؟ الشيء الوحيد اللي اتخلص منه الملابس. انت زيي والله العظيم ودائما نفس الشيء اقول لها طلعي صدقات طلعيهم صدقات. عرفتي هي ملابسها يعني تحبها يعني انا اللي خلاص اطفش اصلا من القطعه. بس حاجات زي الكتب تذاكر مثلا رحت حفله معينه مثلا اذكر هذه الحفله لها ميموري معين شيء عرفتي فاخلي التذكره تذكره حفله يعني مو تذكره مترو. ما هي فاهمه انت كل يوم تركب المترو انت كل يوم تركب المترو ما ادري هذه الاشياء التكت احبها احب البوردنج انت ناقله قريب ما كيف لا انا ما احب شوفي انا ما احب اكدس بس الاشياء اللي عندي احب تكون موجوده يعني مثلا زي ما ذكرت قبل شوي انه اشياء عندي من 5-6 سنين انه اوكي زي ما قالت غزال ما انهرت انه ليش اكبها صح بالعكس انا جالسه البسها الان حتى بالبرنامج لبست كم قطعه منها انه كثير تحافظي واي انا احافظ بس في غيري يخرب مش انا انتي لا لا على فكره على فكره ايوه انا اعترف انه انا اخرب وانا نفسي اكون من الناس اللي تحافظ يعني ترى يعني انا انت زي اختي والله زي اختي يعني من جد تكون عندي القطعه كويسه وش زينه لها سنين لما ألبسها تقول أوه هذه عندك فتأخذها الحمد لله تخرب ترمي خلاص الحمد لله أنا زي عبير أحسن من كده أخرب لك عشان ترمي تجيبي تصدي مكان في الدولاب تقعد لك على الفصة طاحت الفصة ولا وسبحان الله الفصة ما تطيح إلا من عند عبير بس نصيبها والله على فكرة صدقيني في مشكلة في أشياءها أنا عارفة كل ما تكون معايا مو مني صدقيني أنا هو مصدقتك معاك أنت بس لما تعطيني حاجة قد إني عمري خربت لك شيء أبدا قد إني خربت لك لا والله حرام هي اللي عندها مشكلة في ذا الموضوع صدقا شوفي أنا أتذكر بعدين بتدقق عارفة لأنه هي حاطة في مخها إنه الفص هيطيح وحيطيح أتذكر موقف العبير أتذكر إنه أنت أعطيتيها حاجة وخربت طاحت الكريستالة منها لا ما كانت موجودة كانت إجازة يوم تركض عبير تخيلوا يا جماعة تركض لل ترى ما قلت لها على فكرة للغرفة المكياج والله والله خلاص كانت انفضحت فالمهم قامت تركض يا حول لغرب والله مسويت لها فيلم رعب عادي تتخيل يا حرام ما شفتي منظر عبير شلون طاحت غزل لا في تفاصيل يعني بما انه اتفتحت هذه الفضايح هقول لك عليها بس بعد الحلقه لانه في اشياء كمان صارت هنا في الاستوديو بس كمان من الاشياء اللي شوفي انا احس حتى العمر لي دور في موضوع التكديس الصغار في السن عمر 11 الى 15 سنه عندهم هوس يجمعوا الاشياء كمان عندك ما شاء الله لا قوة إلا بالله الأمهات من يروحوا المولات عندهم موضوع السوبر ماركت ده يعني أنا أشوف أنه أنا مو كده بس أنا استغرب من الناس التانيين ماما الله يحفظها يعني ما شاء الله عندهم من الأشياء الأساسية أني أنا أروح أقضي وأجيب من الشيء يا رب ما تكون بتشوف الحلقة 2-3-4-5 على فكرة أنا كمان لا إحنا عندنا ماما غير إحنا عندنا ماما الله يحفظها مثلا راحت السوق وشافت مثلا شوز ريحها عندك بني عندك كحلي عندك اسود اوكي ليش ريحني فاخذ منه مثلا الثلاث الالوان اهم شيء يعني انت زي ماما انا زي ماما وماما عندها مثلا حركه ايش ناخذ مثلا انا لما كل بعد فتره مثلا ابغى يعني مثلا زي لما جيت عملت تجديد للبيت انا مثلا حجدد وقلت اصحك ترمي الكنب نجديه على فكره لا ترمي هي طب هذا شيء طبيعي نجديه اعملي لا ترمي طبيعي كخصية اجتماعيه اقول لك لا فعليا يعني احنا ممكن نتكلم فيها من ناحيه نفسيه او من ناحيه اقتصاديه الشخص ما عنده اضطراب ما عنده مشاكل هي الفكره اولا اقتصاد أنا احتمال أحتاج هذا الكاس بعد 10 سنين تقدري أنت يا رندا تقولي بعد 10 سنين لو احتاجته هجيب واحد تاني صحيح بس مثلا من وجهة نظري أنا بعد 10 سنين الكاس كويس أنا أقدر أستخدمه which is هذا اللي بتسويه بالضبط أنا الحمد لله كويس بالضبط حللتيني أنا عارفة أنت بتقهريني بس أنه هو منه مرض أنا عارفة يعني عرفتي هذه من ناحية اقتصادية لكن من ناحية نفسية في أشخاص تحب أنها تكمل نفسها بكثر الشراء بس مو نفس هذه الأشياء في حالات تانية حالات خفية مثلا تحب أنه هي تكمل أنا أشتري هذا الكنبة أشتري هذا الشوز أشتري هذا الفستان وأخليه عندي ليه؟ لأنه حلو جاء على مقاسي وشكله كويس صحيح. هو الإنسان منه تعبان نفسيا ولا في أي مشكلة يمكن أحتاجه بعد سنتين في زواج ايوه طيب يعني انا مثلا ما احضر زواجات كثير بس مثلا احيانا اذا نزلت المول وشفت فستان عجبني بس كذا انت بتجيبي وتكدسي طيب يمكن احتاجه
ما هي هذه الفكرة. شوف احنا بنقول ايش هي مظاهر التكديس في المنزل بالنسبة لك؟ يعني هل تحسي اني والله عندك الاسياب مليانة، الرفوف مليانة، ما فيش مكان؟ انا عندي الدواليب حتنفزر. ملابس هتبوع. أيوة. الدواليب الدواليب عندي، يعني من جد هذا الشيء اللي انا احتاج انه انا اقنن الموضوع فيه، انه اخفف شوية من حكاية الملابس بالدرجة الاولى، انه من جد الدواليب عندي حتنفزر. بس انه اجيب اقول اوكي انا اجيبه، شفته سعره حلو، عليه مثلا تخفيض حلو، يمكن انا عازم في زواج. تعرفي انه انا اكره كلمه يمكن. طيب يمكن كويس ربنا. انا واحدة اعرفها تقرب لي تقول لك تشتري الفستان اصغر من مقاسها بس عجبها عشان تنحف، عشان يمكن تنحف. لا لا انا يمكن انا عازم اوكي اهون من يمكن. لا انا جتني فتره ايام كنت بعمل دايت، ايوه فعلا بشتري الملابس اقل مني عشان تشجعني. ايوه هذا دافع وفعلا. أيوة. هذا الشيء صار معايا يعني والحمد لله. ترى دعوه تبدي. لا هذا مو تكديس، انا ما كنت اجيب عاد 100 مليون قطعه، كنت اجيب 3-4 عرفتي، كل فتره اشوف حاجه كويسه. أيه. ومره تشدني. أيه. بس عارفه نفسي ما اقدر البسها فكنت بجيبها. لكن الاشياء مثلا زي الاكل زي ما انت ذكرتي، ترى في ناس تخاف انها تنقطع. لا مو درجه الاكل. عرفتي؟ ما لا لا وفره يعني مثلا. إيه. ايوه انتم فجاه جيتوني. عرفتي؟ وفي يعني احنا عرب ومن كرم العرب ويعني من طباع العرب وخصائصهم الكرم. فيجيكي مثلا لما يجي يحط اكل لازم الا ما يحط بكثره، فيكون عنده بالضبط، يكون عنده الكميه من الحاجه دي والكميه من الحاجه دي عشان يحط الضيوف. وفي الاخر هو ما بيفكر في نفسه قد ما بيفكر في الناس. صحيح. طيب انا بما انه احنا يعني شيء بشيء يذكى قاعدين بنتكلم عن التكديس اللي هو ممكن يكون اضطراب نفسي. سمعتوا عن سجناء القمامه؟ سجناء القمامه ما سمعتوا عنه؟ في عام 1947 ايش اللي صار؟ شخصين ماتوا بسبب التكديس. لو تشوفوا الفيديو اللي دحين طالع معانا في الشاشه راح اقول لكم اياها. طبعا هذه الصور تتكلم عن شخصين اخوين، هم كيف اقول لك، ابوها دكتور، ابوهم دكتور وامهم اوبرا، ويعتبروا من الاغنياء، كانوا ساكنين في منطقه في قريبه من منهاتن. بداوا ينعزلوا في فتره معينه بعد ما تغيرت الصوره الاقتصاديه في امريكا، وبدا يكون فيها نزوح للامريكيين اللي من اصول افريقيه، وهم ما اتجاوبوا مع الحاله الاجتماعيه اللي كانوا ساكنين فيهم. بيتهم كان يعتبر قصر في ذيك الفتره. البيت عباره عن 4 طوابق وسمي بالبيت البني، يسموهم الاخوين كولير اذا تحبوا تقراوا عنهم بعدين. حلو نقرا. اللي صار انه مع الوقت واحد من الاخوين اصيب بشلل، طبعا بعد توفة الأم والأب أصيب بشلل، فكان الثاني يهرب في الليل عشان يروح يجيب الأكل لأخوه. واحد منهم عازف بيانو. يهرب عشان هو ما انعزل عن الحياة الاجتماعية، فكان كل شيء برا يجيبه في هذا القصر اللي تقريبا مساحة البيت أكثر من 1000 متر و4 طوابق. فكل الأشياء الخارجية، صحف، كتب، بما أنه كان أبوهم طبيب يحاول يعالج أخوه المشلول بهذه الكتب اللي كان يقتنيها من برا. أخوه إنعمة صار يشتري الصحف عشان إن رجع له البصر في يوم ما ممكن أنه هو يقرأها. النهاية المضحكة في هذا الموضوع إنهم ماتوا بسبب التكديس. أكلتهم الفيران؟ ما أكلتهم الفيران. مو هنا الفكرة. كانوا الناس إنه إيش الأفارقة هذول أو الأصولهم أفريقية كانوا يحاولوا دائما يسرقوا من عندهم أشياء من بيتهم، لأن كانت منطقة فقيرة. فاللي صار إنهم صاروا يعملوا زي متاهات أو أفخاخ لهم، وطاح فيها واحد من الأخوين. فالمشلول ما كان يقدر يأكل. فماتوا الاثنين، هذا مات من الجوع وهذا مات في فخ من الافخاخ. هم رجال المنصوريين يستاهلوا. بس أيوة. هو كانوا ساكنين في قصر، بس ايش صار؟ اللي صار كانت القصر. ايامها امريكا بتمر في مرحله اقتصاديه صعبه. ازمه اقتصاديه امريكيه بالضبط. أوكي. فاللي صار انه صار في نزوح من العوائل الفقيره او الافراد الفقراء لهذا الحي اللي كان يعتبر من اغنى الاحياء. ربما انا اعتبرها نهايه مضحكه مبكيه. وبرضه في حاجه مهمه، حكايه تخفيضات، تخفيض اوتلت. هذه وحده الهلال الاحمر. ايوه اللي تحفز. أيوة. كمان عندك موضوع التكديس والشراء وكذا، هذه برضه حطوها بعين الاعتبار. بس هذه القصه مره حلوه، حاولوا تقراوا عنها من جد. يعني انا لما قراتها اليوم مره تفاجات وقلت واو، انه معقوله في ناس كذا اخوان كولير بالضبط. حلو خلاص هنقرا عنها. بس شكلهم عنصريين. لا 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 حرام، هم جاهم اضطراب نفسي انهم متعلمين الاثنين، بس ما تعرف ايش اللي يصير. سبحان الله في الانسان مخه يضرب فجاه. بعد الشر عنكم. طيب مشاهدينا حنطلع فاصل ونرجع نكمل اخر فقره. و
وصلنا لجزءنا الأخير من هذه الحلقة، وفي النهاية لفتتني هذه التغريدة اللي تقول كوني الإمرأة اللي تصلح تاج إمرأة أخرى بدون ما تحكي للعالم أنه كان محطم. طبعا هذه الترجمة بالعربي. طيب خلينا ناخذها كده بالركادة وبالهداوة ونعرف إيش المقصود من هذه المقولة الرائعة. بالعادة المرأة هي سند للمرأة في مواقف كثير، لكن أحيانا أو يمكن إحنا كمان بطبعنا كبشر نحب أنه نقدم المساعدة للناس اللي يكونوا أقل مننا أو حتى أضعف مننا أو يكونوا بحاجتنا فعلا. لكن إيش اللي بيصير يوم ما أحس أنه الطرف اللي أنا قدمت له هذه المساعدة وشد ظهره؟ تبدأ تتغير علاقتنا به ونحكي عن كثير من الأمور كنقاط الضعف، أو نقول إنه أنا عملت وأنا ساعدت وأنا اللي وقفت معه، ويمكن هذا الإنسان ما يفهم أو حتى ما يفهم ما يعرف أشياء كثير. طيب إحنا ليش ممكن نمر بهذه الأمور وليش ممكن نتعامل مع الناس اللي إحنا في يوم من الأيام قدمنا لهم الخير والعرفان بهذه الطريقة؟ اللي ممكن يصير واللي نحاول إحنا نركز عليه، ما حد رح يفهم المرأة زي المرأة، فمتى رح يجي الوقت اللي أنا فعلا أكون ظهر وسند لإمرأة مثلي أقدم لها الخير والمساعدة بدون ما أنتظر منها أي مقابل؟ متى أنا أمسك إيدها وأخرجها من الظلام إلى النور وفي نفس الوقت أسوي الخير وأمشي من غير ما أنتظر منها أي مقابل؟ العمر أو الفزعة عمرها ما تحتاج إلى علاقة تكون حقيقية، الفزعة المفروض تكون فينا إحنا نقدم هذه المساعدة من غير ما نطلع فضائح أو أسرار أو نقاط الضعف للأطراف الثانية. مهما كانت العلاقات، سواء كانت هذه العلاقة سطحية أو حتى علاقة عابرة أو كانت علاقة جدا قوية كصديقة كأخت كزميلة عمل وتفاصيل مرة كثير. أنا وصلت لنهاية حلقتي معكم اليوم، أكيد أشوفكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.